والله العظيم كم مرة الصين دي مصدر الوباءات يا جدعان، هي الوباء عادت العالم كله يخرب بيتكم. والله العظيم يا جدعان، والله العظيم كم مرة أنا شفت على التلفزيون أو شفت على الفيسبوك واحد صيني، والله العظيم يا جدعان واحد صيني عامل لي الكلب، كلب حي عامل يقليه في قلب الزيت، عامل يقليه في قلب الزيت يمين وشمال، والكلب عمال يقول هوا هوا هوا. يا عم بيقول لي يا عم ارحمني، الكلب عمال هوا هوا عمال يقلي فيه، والله العظيم عمال يسلق فيه ولا مش عارف بيقلي فيه، والكلب عمال يقول هوا 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 هوا. بيقول له ارحمنا بقى وخلي رحمة ربنا تنزل يخرب بيتك، ده الكلب بيقول له ارحمنا بقى، عادته العالم كله انت عمال تقليني وتسلقني. الكلب بيشتكي، الكلب بيشتكي. اجل بقول الكلاب انقرضت عندنا من ايه؟ من الذبح، بنصدر للصين. الصين دلوقتي بنصدر لها كل حاجه، حتى كمان الصراصير، حتى الصراصير بنصدرها للصين، الصين مصدرها عشان تصنع منها علبه سجاير.